واعي جيب سيارة جيب سيارة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. العقيد الشريف جويدر مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية، بناء على تعليمات السيد المستشار وزير الداخلية إبراهيم بوشناف تم حضورنا إلى مديرية أمن سرت للغرض القيام بجولات تفتيشية على مراكز والأقسام والأجهزة الأمنية بمدينة سرت. قمنا باليوم الأمس جولة تفتيشية صباحية ومسائية حتى ساعات الصباح الأولى. التواجد الأمني جيد، هناك بعض المشاكل والملاحظات حيتم نقلها لمعالي وزير الداخلية بموجب تقرير. اليوم إن شاء الله مكملين جولتنا التفتيشية على باقي الأجهزة الأمنية بمدينة سرت، كل الأجهزة الأمنية التي تنطوي تحت وزارة الداخلية. بارك الله فيكم وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقيب حياة الناجي رئيس مكتب الإعلام بالإدارة العامة للتفتيش، بناء على تعليمات السيد مدير الإدارة العامة للتفتيش عقيد الشريف جويدر الانتقال لمدينة سرت، وذلك القيام بجولات تفتيشية. وتم الحمد لله القيام بجولات تفتيشية وتكليف مهامنا الذي خولت علينا من قبل تعليمات معالي السيد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وذلك بالقيام بجولات على مديرية أمن سرت بأقسامها ومراكزها وعلى الإدارات العامة داخل الاختصاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.